راح نحل كاف ونون وياء. أول شيء راح نحل كاف، يقول عندنا 2586 تقسيم 431. زين، هنا عندنا القسمة على 3 أرقام نفس ما تعلمنا، 2586 تقسيم 431. هنا أنا طبعا راح ناخذ 3 أرقام لأن هي القسمة على 3 أرقام، بس من ناخذ 3 أرقام عندنا 200 أقل من 400، إذا راح ناخذ الأربع مراتب كلهن على مود تصير أكبر من 431. زين، هسينا راح نقسم 2586 تقسيم 431. إذا ضمينا منها 2 وضمينا منها 2 راح تصير 25 بها كم 4؟ 25 بها كم 4؟ تعرف إن 6 في 4 24. خلنا نضرب 6 في 431 نشوفها يطلع أكبر من هذا الرقم لو أصغر. إذا طلع أكبر راح ناخذ 5، إذا طلع أصغر راح ناخذه. يعني هسه راح نضرب 6، 431 في 6، 6 في 1 6، 6 في 3 18، 8 و 1 بيد، 6 في 4 24 و 1 25. يعني هو أصلا طلع لي هذا الرقم، يعني بيها 6 و 6 في هذا الرقم 6 في 431 طلع لي 2586. وفرنا وقت إنه إحنا ضربناه، يعني أنت عاجز إن أنت تضربه. هسه راح نطرح، قلنا خطوات القسمة شنو هي، خطوات القسمة قلنا شنو هي، أقسم أضرب أطرح والنوب أنزل الأرقام وأعيد الخطوات السابقة نفسها. 6 ناقص 6 صفر 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 صفر. هسه إيش قد الناتج؟ يعني الناتج هو 6 والباقي صفر. التحقق قلنا نضرب الناتج في المقسوم عليه، مفروض يطلع لي زائد الباقي مفروض يطلع لي المقسوم. نعنى 6 في 431 زائد صفر الباقي راح يطلع لي 2586. هذا فرع كاف. زين، عندنا فرع نون يقول لي 9000، هذا نون، 9275 تقسيم 265. راح نقسم. زين، هم عندنا 3 أرقام على 3 أرقام، هنا التسعمية أكبر من الميتين، نحتاج ناخذ مرتبة رابعة. يعني هسه هذا صحيح 927 تقسيم 265. زين، إذا نضم منا أنا رقمين ونضم منا رقمين، 9 بها كم 2؟ بها 4، مو 9 بها كم 2؟ بها 4، يعني 4 في 2 8. خلنا نضرب الأربعة بهذا الرقم نشوف يطلع أكبر لو أصغر. إذا طلع أكبر ناخذ الثلاثة. هسه خلنا نضرب 265 في 4، 4 في 5 20، 4 في 6 24، و 2 26، 4 في 2 8 و 2 10. شوف طلع ايش قد، 1060 اكبر من 927. اذا هذا ما اخذه غلط، اضرب ال 265 في 3، 3 في 5 15، 3 في 6 18 و 1 19، 3 في 2 6 و 1 7، طلع لي 795. إذا هذا صح، طلع لي أصغر، يعني بيها 3، 3 في 265 795. هسه راح أطرح 7 ناقص 5 2. زين، 2 ناقص 9 ما يصير، هاي راح تصير 12 وهاي راح تصير 8. 12 ناقص 9 3، و 8 ناقص 7 1. 132 يصير أقسمها على 265؟ ما يصير أقسمها لأن 100 أصغر من 200، إذن لازم أنزل الرقم البقالي اللي هو 5. راح أنزل هذا الرقم، نزلنا صارت 1325. هسه أقدر أقسمها على 265. زين، إذا أضم منا أنا رقمين وأضم منا أنا رقمين، 13 بها كم 2؟ بها 6، مصحيح؟ 13 بها كم 2؟ بها 6، لأن 6 في 2 12. راح أضرب 6 بهذا الرقم وأضربه بالخمسة أشوف من هو اللي يقبل. إذا أضرب 265 في 6، 6 في 5 30،
ستة في ستة ستة وثلاثين، وثلاثة تسعة وثلاثين، ستة في اثنين اثناعش، وثلاثة اثناعش، وثلاثة خمسطعش. يعني طلعت لي 1590، طلع لي أكبر من هذا الرقم. إذن هذا غلط، ما أخذه. راح أضرب 265 في خمسة، أضربها برقم أصغر. خمسة في خمسة 25، خمسة في ستة 30، واثنين 32، خمسة في اثنين 10، وثلاثة 13. شو طلع لي نفس هذا الرقم فت؟ يعني بيها خمسة، وخمسة في 265 1325. راح أطرح 0 0 0. يعني هسه شقد ناتج هذا؟ هذا ناتج هو 35. إذا أريد أتحقق من الحل، التحقق راح أضرب ناتج القسمة في المقسوم عليه زائد الباقي. 35 في 265 زائد 0 راح يطلع لي 9275. هذا هو التحقق. زين، فرع يا عندي 43516 تقسيم 506. 43516 تقسيم 506. زين، نفس الخطوات كلها راح تنعاد. عدي إذا تأخذ 3 أرقام 435، قلنا لين 3 أرقام راح نفكر نأخذ 3 أرقام. 435 من تأخذ 3 أرقام، هنا أنا أصغر، 400 أصغر من 500، إذن راح نأخذ 4 أرقام. هذني راح يصير 4351 تقسيم 506. حنقسم 4351 تقسيم 506. زين، إذا أضم منا رقمين ومنا أنا رقمين، شو تصير؟ 43 بها كم؟ 5. أوكي؟ أنت تعرف 8 في 5 40، صح ولا لا؟ 8 في 5 40. خلنا نضرب 8 بال 506 نشوفها ترهم، يطلع لي رقم أكبر لو أصغر. 506 في 8، 8 في 6 48، 8 في 0 0 و4 تنزل ال 4، 8 في 5 40. شوف ايش طلع لي، طلع لي 4048. يعني طلع لي أصغر من عنده. إذن صح 4048. هسه راح نطرح. هنا 1 ناقص 8 ما يصير، هذا راح يصير 11 وهذا راح يصير 4. 11 ناقص 8 3، 4 ناقص 4 0، 3 ناقص 0 3، و4 ناقص 4 0. 303 يصير أقسمها، يصير أقسمها على 506؟ لا، أصغر، لأنه هذه أصغر، فلازم أنزل مرتبة، أنزل الستة. طبعاً إذا تنزل مرتبتين صار الصفر. زين، هسه نزلت مرتبة، بقى صار عندي 3036 تقسيم 506. هسه أنا إذا أضم منها رقمين وأضم منها رقمين، شو تصير هذه؟ 30، 30 كم؟ 5 بها 6. خل أضرب 506 في 6، خل أشوف هاي ترهم. 6 في 6 36، 6 في 0 0 و 3 3، 6 في 5 30. هي اصلا بيها يعني 6، يطلع لي نفس هذا الرقم. يعني بعد ما افكر باي شيء ثاني، 6 في 506 3036. هسه راح نطرح 0 0 0 0، يعني جقد بيها 86 هو الناتج. التحقيق شلون راح يكون؟ راح أضرب ناتج القسمة في المقسوم عليه زائد الباقي. هسا أنا ما عندي باقي صفر، راح يطلع لي المقسوم اللي هو شقد المقسوم؟ 43516. زين، هسا ننتقل للمسائل نفس الصفحة، صفحة 21 رقم 2. هسا راح أحل المسألة الثانية. يقول لي مع أحمد 3750 دينار، عنده فلوس 3750 دينار، كم بيضة يمكن أن يشتري إذا كان ثمن البيضة الواحدة 150 دينار؟
هو عنده فلوس 3750، يقول ايش قد يشتري بهاي الفلوس، ايش قد يقدر يشتري اذا كان سعر البيضه 150 دينار، ايش قد كم بيضه يقدر يشتري اذا هو عنده 3750 والبيضه الوحده سعرها ب 150 دينار. راح اقول له اوكي راح اقسم الفلوس اللي عندي على سعر البيضه يطلع لي اقدر اشتري كم بيضه. يعني راح اقسم 3750 تقسيم 150 على مود اعرف هو ايش قد تكفي فلوسه يشتري بيضات. زين، هنا التقسيم على 3 مراتب، يعني راح ناخذ 3 مراتب اللي هي من هي 375. 375. زين، اول ما راح تاخذ، قلنا راح ناخذ ان 3 مراتب. اذا انت راح تضم هذا وراح تضم هذا يبقى لك 37 كم 15. 37 كم 15، انت تعرف 15 في 2 هي 30، مو 15 في 2 هي 30. خلينا نضرب ال 150 في 2 ونضربها في 3 نشوف وياها الدرهم. اذا اضرب ال 150 في 2، 2 في 0 0، 2 في 5 10، 0 1 يد، 2 في 1 2 و 1 3، شوف طلعت 300. بس اذا اضرب ال 150 في 3، 3 في 0 0، 3 في 5 15، 5 و 1 بيد، 3 في 1 3 و 1 4، شوف طلع لك 450. اذا اخذ هذه، هذه ما اخذها، اذا بيها 2، 2 في 150 قلنا 300. هسه راح نطرح 5 ناقص 0 5، 7 ناقص 0 7، 3 ناقص 3 0. زين، هسه صارت 75. تقسيم 150 ما يصير، اذا راح انزل الصفر. 750 كم 150؟ 750 كم 150؟ إذا أنت أخرت الصفر منه والصفر منه، معروفة الخمسة فيه 15 مو 75؟ عوف الصفارة، 75 بيها كم 15؟ بيها 5، لأنه 15 فيه 5 75، أوكي؟ لأنه 15 فيه 5 75. يعني هسا 5 من تضربها بال 150 أضرب 5 فيه 15 75 ونزل الصفر. هسا راح نطرح 0 0 0، يعني هسه كم بيضة يقدر يشتري؟ يقدر يشتري 25 بيضة بهاي 3750 اللي عنده، يقدر يشتري 25 بيضة، لأنه من قسمنا هذا طلع لي 25 بيضة. زين، المسألة الثالثة، يعني هي المسألة الثانية بس رقم التمرين الثالث، يقول عددان حاصل ضربهما 34125. عددان حاصل ضربهما 34125. إذا كان أحدهما، أحد يعني هاي العددين 175، واحد من هذا الأعداد 175، هذا حاصل ضرب عددين. يقول أحد هاي الأعداد 175، إيش قد العدد الآخر؟ ما هو العدد الآخر؟ سيقول ست، يعني شلون عرفت انا راح اقسم؟ هسه مثلا اذا اضرب لك اياها على ارقام بسيطه، باوع هنا انا وياي، اقول لك عددين حاصل ضربهم 6، عددين حاصل الضرب مالتهم، ناتج الضرب مالتهم هو 6، احد هاي العددين 3، واحد من هاي العددين ايش قد العدد الاخر؟ راح تقول لي 6 2، لان هو ما دام قال لي هذا ناتج ضربهم 6، 3 في 2 6، ايش سويت يعني انت؟ قلت 6 تقسيم 3، عكس عمليه الضرب، يعني قلت 6 تقسيم 3 هو الناتج 2، قلت 6 تقسيم 3 هو الناتج 2، ما دام انا اعرف واحد من هالعددين اقسم عليه يطلع لي العدد الاخر. يعني هسه ايش راح اسواني؟ راح اقسم 34125 تقسيم 175. ما دام 3 مراتب، اذا راسا راح اخذ 3 مراتب، وهاي الثلاث مراتب هنا 300 عندك، يعني اكبر من المية، فاذا اوكي ما يحتاج اخذ مرتبة رابعة. زين، راح تقول 341 بيها كم؟ 175. شوف، اذا تريد ضميت من هنا رقم ومن هنا رقم، 34 بيها كم 17؟ انت اذا 34 بيها كم 17؟ 2 في 17 لا تضربها، اذا تضرب 17 في 2 34. هسه يعني عندك خيارين، لو 2 لو 1، خلينا نضرب ال 175 في 2، اذا طلعت اكبر من هذا الرقم اللي عندك راح نختار الواحد. ال 175 اذا ضربتها في 2، 2 في 5 10،
2 في 7 14 و 1 15. 2 في 1 2 و 1 3. شوف طلعت 350 اكبر من 341. انت الرقم مالتك هذا المؤشر ثاني بالاصفر 341 هذا اكبر منه، اذا مو 2 اذا 1. الجواب هو 1. 1 في 175 175. هسه راح نطرح اوكي، 1 ناقص 5 ما يصير، هاي راح تصير 3 وهاي راح تصير 11. 11 ناقص 5 ايش قد؟ 6. 3 ناقص 7 ما يصير، هاي صارت 13 وهاي صارت 2. 13 ناقص 7 6 و2 ناقص 1 1 اوكي. 166 100 وهنا عندك 175، يصير تقسم الصغير على الكبير؟ لا. اذا لازم شو نسوي؟ ننزل مرتبه، نزلنا الاثنين صارت 1662 اوكي، صارت 1662. هسه انا اذا اضم هنا مرتبتين ما يصير 16 تقسيم 6 اوكي، راح تقول 166 تقسيم 17 او تقول كلها 1662 كم 175. شوف هنا تقدر تقول انا ما يصير اخلي هنا رقمين، يعني ما يصير اقول مثلا بها 10 او بها فوق ال10 فوق ال9، يعني اكثر شيء عندك 9. انت اذا تضرب ال175 في 10 الضرب قلنا في 10 سهل، في الرسم بس راح تنزل صفر. شوف هذا قريب على يعني هذا 1600 هذا 1700 قريب عليه بس اكبر منه. اذا خلينا نجرب ال9، اذا جربت ال175 في 9، 9 في 5 45 اوكي، 9 في 7 63، 9 في 7 63 و4 67 زين، 9 في 1 9 و6 15. ايش قد طلع لك؟ 1575. يعني احنا من ضربناها في 10 طلعت لهذا، من ضربناها في 9 طلعت لهذا اصغر من عنده، يعني اوكي يعني بيها 9. 9 في 175 هي تضربها جاهز 1575. هسه راح اطرح اوكي، 2 ناقص 5 ما يصير، هاي صارت 12 وهاي صارت 5. 12 ناقص 5 7، 5 ناقص 7 ما يصير، هاي صارت 15 وهاي صارت 5. 15 ناقص 7 8، 5 ناقص 5 0 و1 ناقص 1 0. زين صار تقسم 87 على 175؟ لا، عدي 5 راح انزلها، بقت لي هاي ابعولها راح انزل الخمسة هنا، صارت 875 تقسيم 175 اوكي. شوف هسه من ضربتها في 9 طلعت لك هالقد، من ضربتها في 9 طلعت لك، اذا بعد انزل انزل اكثر. اذا اضرب ال 175 في 5، خل اجرب 5 في 5 25، 5 في 7 35 و2 37، 5 في 1 5 و3 8. شوف طلعت لك فيت يعني بها 5، 5 في 175 875 تطرح 0 0 0 0. ونفس الشغلة إذا تضم من أنا رقم وتقسم 87 كم 17، هم أنا راح تجرب يعني أرقام وتطلع لك زين. يعني هسه قد طلعت إنه الرقم الثاني طلع لي 195، الرقم الثاني 195. مثلا انت عندك كملت حل بالبكالوريا، صار عندك مجال، هو مو قال لك حاصل ضربهم هيجي، اتاكد من حلك، يعني اضرب ال175 في 195 راح يطلع لك 34125، يعني يطلع لك تضمن انت حلك صحيح اوكي. هسه راح نكمل المساله الرابعه والخامسه. رقم 4 يقول اشترى صاحب محل 24 حقيبة، صاحب محل اشترى 24 حقيبة، بيش اشتراهم؟ اشتراهم بمبلغ 252 ألف دينار زين. ما سعر الحقيبة الواحدة؟ هسه واحد يقول لي ست ليش اقسم هنا؟ هو اشترى مجموعة حقائب، يعني اشترى 24 حقيبة كلفتها 252 دينار. هسه مثلا انا اقول لك عندي هاي الثلاث اقلام، هاي الثلاث اقلام اشتريتها مثلا ب 6000، اشتريتها ب 6000 هي ثلاث اقلام. اقول لك انا ليش اشتريت القلم الواحد؟
راح تقول لي 6000 لين 2000 و2000 4000 و2000 6000. سويت قسمت لي هاي 6000 على هذين الثلاثة، 6 تقسيم 3 لقيت 2. يعني هسه نفس الشغلة يعني صارت 2000، نفس الشغلة راح نسويها هنا، راح نقسم السعر اللي هو 252 على عدد الحقائب يطلع لي سعر الحقيبة الوحدة، نقسم سعر مجموع 24 حقيبة، يعني 252 ألف تقسيم 24. هنا على مرتبتين يعني راح تختار ايش قد مرتبتين، اوكي؟ يعني هي عندك مرتبتين، ما دامها 25 اكبر من 24 يعني اوكي، يعني الحكي صحيح، يعني ما يحتاج ناخذ مرتبه ثالثه. 25 بها كم 24؟ يعني ما يحتاج حتى تضمها وضمها، 2 كم 2 بها 1، هي وبها 1 1 في 24 24. هسه راح نطرح 5 ناقص 4 1 و2 ناقص 2 0. زين هسه خلينا ما تقول 1 كم 24 اكيد ما يصير، راح تنزل ال2 2 كم 4 12 صارت كم 24. شوف 12 كم 24 ما يصير، احنا نزلنا مرتبه وبعد راح ننزل مرتبه، من تنزل مرتبتين من تنزل. هسه انا من نزلت 2 وبعد راح انزل مرتبه، من انزل مرتبتين بهالحاله راح اصعد صفر. شو وقت من انزل مرتبتين اصعد صفر، اذا نزلت عادي بس الاثنين ورهم الحل يعني انها كانت اصغر عادي تكمل، بس ما دامك راح تنزل مرتبه لاخ يعني راح تصعد صفر. هنا هسه صارت 120 كم 24؟ هسه اوكي راح يرهم الحل، اذا تقول 120 كم 24؟ شوف انت راح تقول اذا تقول 12 كم 2 مو بيها 6، اذا وخرت منها مرتبه ومنها مرتبه، 12 كم 2 مو بيها 6، خلينا نجرب اما 6 ام 5. اوكي خلي إذا أجرب ال 24 في 5، 5 في 4 20 0 و 2 باليد، 5 في 2 10 و 2 12 120. يحتاج أجرب الرقم الأخ؟ لا هي هاي صح، إذن بها 5، 5 في 24 120، راح نطرح 0 0 0 0. زين هسه طرحنا، شوف ماما إيش بقالك هنا؟ بقالك صفرين ما منزلهن، هذين الصفرين راح تنزلهم هنا راح تصعدهم فوق. شو وقت هاي من يبقى لك صفاره ما منزلهم راح تصعدهم فوق. اوكي هسه ايش قد يعني سعر الحقيبه الوحده؟ ايش قد؟ 10500، يعني 10.5 سعر الحقيبه الواحده. زين اخيرا عندنا رقم 5 يقول أراد فلاح تقسيم قطعة أرض زراعية. فلاح من كلمته أراد تقسيم، يعني هو راد يقسم. أراد فلاح تقسيم قطعة أرض زراعية مساحتها 850 متر مربع، 850 متر مربع، يراد يقسمها إلى قطع متساوية كل من عدها 135 متر مربع، كل من عدها 135 متر مربع. يقول ايش قد عدد هاي القطع، يعني ايش كم قطعة راح تكفي؟ هو مساحتها 850، ايش قد هاي القطع اللي راح يقسمها لها، ايش قد عددهن وكم مترا مربعا يتبقى؟ قصده بهاي الحكاية كم مترا مربعا يتبقى، يعني باقي القسمة ايش قد، باقي القسمة ايش قد بقالك. اوكي هي كل هالارض ايش قد قلنا؟ 850 متر مربع، 850 أريد أقسمها لكل قطعة مساحتها قطع متساوية، كل قطعة مساحتها 135 راح أقسمها، هو قال لي راح أقسمها. زين هسه 850 كم 135؟ شوف إذا توخر لي هذا الصفر منه وتوخر لي منه هذا، 85 كم 13؟ جرب إذا تضرب ال 13 في 5، 5 في 3 15، 5 و 1 باليد، 5 في 1 5 و 1 6 65. نضرب اذا نضرب 13 في 6، 6 في 3 18، 8 و 1 باليد، 6 في 1 6 و 1 7 يطلع لي 78. زين اذا اضرب 13 في 7، 7 في 3 21، 7 في 1 7 و 2 9، شوف يطلع لك اكبر من ال 85، اذا هذا ما اخذها
وهذه ما اخذها، هاي هي اللي اخذها، هي طلعت لي اصغر، يعني ايش قد بيها؟ بيها 6. هسه راح تضرب هذا كله، بس نجرب، راح نضرب 135 في 6. 6 في 5 30، 6 في 3 18، و3 6 في 3 18، و3 1 20، 6 في 1 6 و2، 6 في 1 6 و2 8 810، 6 في 135 810. راح نطرح 0 5 ناقص 1 4، 8 ناقص 8 0، الباقي 40. شوف ايش قد بيها، يعني الى كم قطعة راح يقسمها الفلاح؟ الى 6 قطع. 850 من قسمناها على 135 طلعت تساوي ايش قد؟ 6. ايش قد الباقي؟ ايش قد باقي له؟ كم هو مو قال كم يتبقى؟ كم متر مربع يتبقى؟ يبقى له 40 متر مربع. هيك نكون قد خلصنا حل التمارين. طلابنا الاعزاء، نلتقيكم بفيديو اخر بالجذر التربيعي والجذر التكعيبي، وان شاء الله بعدين راح نحل اسئله الوزاريه. شكرا والى اللقاء، مع السلامه.